السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس صحتكم مليحه. جيتكم اليوم في فيديو جديد. فيديو تاع اليوم راح نحكي على فيزا تجاريه الى تركيا، يعني فيزا بزنس. راح نعطيكم يعني الملف المطلوب خاوتي من اجوس كازد. نتمنى منكم انكم تشاهدوا معنا الفيديو حتى الاخير خاوتي. انت ولا انت ديرنا اعجاب للفيديو باش تستفاد ان شاء الله من المعلومات، وكذلك ديرنا متابعه بزر الاحمر اللي مازال ما داروش باش يوصلوهم بزاف معلومات خاوتي. قبل ما نبدا لكم على الملف نعطيكم بعض المعلومات على فيزا تجاريه. فيزا تجاريه خاوتي يعطوها لك بعامين، في حال ما عطوك الفيزا يمدوها لك بعامين، ويعطوك فيها 30 جور يعني ملتي اونتري، تدخل وتخرج لمده عامين. السعر تاعها راح يكون يعني تخلص عليها 3 ملايين ونص، وفي حال ما درت لاسيرونس عندهم راح تقام عليك 4 ملايين وحاجه، 4 ملايين و200. واذا درت لاسيرونس برا يعني تقام لك اقل. وانا ننصحكم انكم ديروا لاسيرونس عندهم خير خاوتي، باش تضمن صورتك في حال ما عطاوكش الفيزا. مده تريتمو تاع الدوسي تقريبا واحد دي جور 10 ايام ماكسيموم، وكذلك راهم يمدوا فيها، راهي سهله بزاف، بشرط انه يكون السجل التجاري تاعك اصلي والحساب البنكي تاعك يكون اصلي ما يكونش مزور، وبربي ان شاء الله يمدوا لك خوتي. خليكم معنا ان شاء الله مع الملف. اولا ملف تأشيرة تركيا التجارية ولا فيزا بزنس. عندنا اولا لازم يكون عندك سجل تجاري، واحد سجل تجاري، اثنين حساب بنكي، ما يهمش يكون يعني تاع لابوست ولا تاع لابونك ولا دينار ولا اورو، ما يهمش، مهم يكون عندك حساب بنكي وفيه دراهم على الاقل خوتي 20 مليون و 30 مليون، فهمتوني؟ يعني من 20 مليون والفوق. ثلاثة فوتو 5 سور 5 خلفية بيضاء. ربعة فوتو كوبي تاع الباسبور، يعني الباسبور وزائد فوتو كوبي. خمسة تأمين عن السفر. ستة شهادة ميلاد. سبعة يعني الواحد متزوج يدير فيه شوميليال، ماش متزوج ما يديرش. ثمانية حجز فندق مؤكد. تسعة حجز التذكرة ثاني مؤكد. هذا هما خوتي الوثائق المطلوبة في تأشيرة تركيا. نتمنى أنكم استفدتم من المعلومات اللي حبيت نوصلها لكم. ما بقى لي خوتي إلا نقولكم سلام. ماذا بكم خوتي تشجعونا ودعمونا. بارك الله فيكم. سلام.